مرحبا، انا امين مطالقه، بخرج وكاتب افلامي كابتن ابو رائد، يونايتد، سترينج ان لاف، رانديفو، هلا عم بشتغل على شو نتفليكس اسمه جن. افلامي المفضله الخمسه اي تي تبع ستيفن سبيلبرغ اكسترا تيرستريال، اللي هو حضرته سنه 82 لما كنت صغير، كان عمري 6 سنين، حضرت اي تي وكثير اثر على الايماجينيشن تبعتي، كثير اثر على كيف بتطلع على الدنيا، الميوزك، السينما، just كل إشي بي تي أثر علي وأنا صغير، ورجعت حضرته لما كبرت ولسه أثر على الإيموشنز تبعتي زي كأنه لما زي رجعني زي كأني ولد صغير. الماجيك تبع السينما من إي تي يعني كتير إنفلونست حبي للسينما. اثنين، سوبرمان، وانا صغير كمان يعني اي تي وسوبرمان. سوبرمان لريتشارد دونر، الميوزك تبع جون ويليامز، الخيال، الايماجينيشن، كريستوفر ريف كيف بيطير، كل هاي الشغلات كثير صرت اتخيل اني انا سوبرمان وانا صغير، ودائما البس تيشيرت سوبرمان تحت القميص تبعي مشان بعدين اسمع تا 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 تا. اوكي، اثنين، هاي اثنين. هلا رح نقي سته لانه خمسه تو فيو. اوكي، ثالثاً سينما باراديسو لجوسيبي تورناتوري، فيلم تلياني، كتير تفاعلت معه. أول ما حضرته الريليشنشيب، العلاقة بين الولد الصغير والرجل الكبير، حبه للسينما، الرومانتيك فيو اوف ذا باست، النوستالجا، كل الأشياء اللي يمكن أنا بحياة قبل، يعني بحياتي قبل ما بالتاريخ بحس زي كني كنت بالحرب العالمية الثانية، فكتير أثر علي، دخل تحت جلدي يعني سينما باراديسو، كتير 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 بحب الفيلم وبضحك وهيك. كمان بضحك one of my favorite movies كمان City Lights لتشارلي تشابلن، كتير 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 بيأثر على وجهة نظري للدنيا اللي هي الرومانسية لتشارلي تشابلن، يعني الانفلونس من تشارلي تشابلن على حياتي كبير من وأنا صغير لهلا، بضحك وبيحزن بنفس الوقت، فهذا كمان له تأثير كتير. بعدين بدأ كمان فيلمين، كاستاوي اللي فيه توم هانكس لروبرت زماكس، كاستاوي عن واحد محصور لحاله على الجزيرة، بتوقع طيارة فيه كل الناس بموتوا إلا هو، وبصفي عايش على الجزيرة 4 سنين والعالم كلها بتتقدم وهو بتضله محصور لحاله على الجزيرة، بيرجع لحياته، الدنيا تغيرت وهو ضل زي ما هو. كتير لما حضرت الفيلم أول مرة كمان كتير كتير تفاعلت معه. لما حضرته بعد ما توفت مرتي تغير معنى الفيلم كتير وأثر علي أكثر من ما حتى فكرت أثر علي يعني أول ما حضرته. هذا الأفلام اللي بتتغير معناها بحياتك وبتصير هي دواء لعلاج لكيف أنت بتتفاعل مع الحياة. كاست أوي يمكن من أهم أفلام بحياتي. والفيلم السادس خلينا نقول أماديوس لميلوش فورمان، عن حياة موتسارت، أو مش حياة موتسارت بس عن موتسارت نفسه وعن غيرة سالييري الكمبوزر اللي ما عنده الموهبة تبعت موتسارت بس بحلم إنه يكون عنده الموهبة تبعت موتسارت. كتير بموت على الفيلم لأنه بخلط السينماتوغرافي والبرفورمانس والميوزك، هاي هي السينما. فأماديوس، أماديوس، إي تي، كاست أوي، سيتي لايتس، سوبرمان، سينما باراديسو، هذول الأفلام. أوكي.